أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي مجموعة إعازات الـ 8086 الجزء الثاني. قلنا في المحاضرة السابقة أن إعازات الـ 8086 تنقسم إلى 6 مجاميع، وتعرفنا على أول مجموعتين منها وهي الـ Data Transfer Instruction والـ Arithmetic Instruction. في هذه المحاضرة سنتعرف على النوع الثالث أو المجموعة الثالثة من الإعازات، وهي الإعازات الخاصة بالـ Bit Manipulation Instruction. Bit Manipulation Instruction تتعامل هذه الإعازات مع البت، أي بمستوى البت. هذه الإعازات قد تستخدم لاختبار بت معينة أو لجعل هذه البت صفر أو واحد، set أو reset، أو لعمل shift إزاحة أو دوران rotate لبت معينة حول register. وتنقسم هذه الإعازات إلى 3 مجاميع: Logical Instruction أو الإعازات المنطقية، والشيفت انستركشنز أي الإعازات الخاصة بالإزاحة، والروتيت انستركشن أي الإعازات الخاصة بالدوران. Logical Instructions أو الإعازات المنطقية تشمل هذه الإعازات العمليات المنطقية الأساسية، وهي النوت انستركشن أو اللوجيكال نوت، والتي تقوم بعمل انفيرت لقيمة الديستنيشن، والاند لوجيكال اند، وتقوم بعملية الاند بين السورس والديستنيشن، والاور لوجيكال اور انستركشن، بالإضافة إلى الاكسكلوزيف اور انستركشن. لوجيكال انستركشن أول إعاز في Logical Instruction هو الAND Instruction. يستخدم هذا الإعاز لعمل Clear أي تصفير لبت معينة في الأوبراند، وكأنما عمل Mask. على سبيل المثال Clear the High Nipple of PL Register، المطلوب هنا تصفير الأربعة بت الهاي في PL Register، على أساس أن النبل هي 4 بت. إذا كانت قيمة PL هي A9 بالهكسا، فبالبداية نحولها إلى الباينري A1010-9001. ثم لعمل clear للفور نبل من بيئة الريجستر، أي بمعنى عمل AND gate مع قيمة 000 مع البيئة أو الهاي نبل من البيئة. أما بقية البيت التي لا نريد أن نعمل لها clear فتبقى كما هي، أي بمعنى أن نعمل لها AND مع الواحد. فبالتالي الرقم المطلوب وضعه في الـ AND Instruction مع الـ PL Register ستكون هي قيمته 0F. مثال آخر Clear Bit 5 of DL Register، هنا المطلوب هو عمل Clear للبت الخامسة من الـ DL Register. فإذا فرضنا أن DL register هو F5 A1111-0101 بالباينري، فلكي نعمل clear للبت الخامسة، أي بمعنى أن نعمل AND gate لجميع البت مع واحد ما عدا البت رقم 5، نضع صفر معها ليكون clear أي تصفير لهذه البت. فبالنتيجة تكون الإعاز المطلوب هو AND قيمة D low مع DF، على أساس أنه تم تحويل هذا الرقم اللي هو 1101 إلى D و 1111 إلى F. وبما أنه الرقم يبدأ بهكسا فيجب أن نضع قبله 0 في الإعاز. Logical OR، هنا الOR تستخدم عكس الAND، حيث تستخدم لعمل set أو تجهيز، أي بمعنى وضع واحد لبت معينة. فعلى سبيل المثال set the lower 3 bit of BL register، المطلوب هنا أن نعمل set أي تجهيز للثلاثة بت اللورز في register BL، يعني اللور هي B0 و B1 و B2 من register B low register،
يعني البت رقم 0 والبت رقم 1 والبت رقم 2. لعمل ذلك بمعنى أنه نحتاج إلى إعاز OR. إعاز الأور القيمة المطلوب عمل ست لها نضعها 1، أما القيمة التي نريدها تبقى كما هي نعمل لها OR مع الصفر. فبالتالي بما أنه نحتاج أول 3 بت من ريجستر BL أن تصبح ست، أي بمعنى الرقم ستكون قيمته 0000111 بالهكسا سيكون هو قيمته 07، بمعنى نحتاج إعاز OR BL مع 07. مثال آخر، set bit 7 of a high register. هنا المطلوب أن نعمل set للبت رقم 7 في register a high. إذا كان a high يحتوي على قيمة 3C بالهكسا نحولها إلى ما يقابلها بالباينري. المطلوب هو كيف نعمل set لهذه القيمة أو البت. نحتاج إلى إعاز الأور، لكن ما هي القيمة التي نعمل معها أور؟ نضع البت رقم 7 1 وبقية البت 0، وبالتالي تكون النتيجة هي 8 0، بمعنى أور A هاي مع 80 بالهكسا. الإعاز الآخر من Logical Instruction هو إعاز Exclusive OR. هذا الإعاز يقوم بعملين، الأول هو عمل Invert لبت معينة في Register، أي Toggle لبت معينة، والثاني عمل Clear لRegister بالكامل بعمل Exclusive OR للRegister مع نفسه، حيث أن Exclusive OR تقوم بعمل Invert لقيمة معينة إذا عملنا لها Exclusive OR مع الواحد، وتبقى القيمة كما هي إذا عملنا لها exclusive OR مع الصفر. فعلى سبيل المثال invert bit 2 of BL register، نريد أن نعمل invert أو toggle لبت رقم 2 من register BL. لعمل هذا الشيء نقوم بعمل exclusive OR لregister BL مع قيمة هي 0000100، حيث أن البت رقم 2 فقط ستكون 1، أما بقية البت جميعا 0. فعند عمل exclusive OR لهذا الرقم مع قيمة البيئة الأصلية، فإن الناتج سيكون هو فقط البت رقم 2 حصل لها inverter، أما بقية البت فبقت كما هي. فبالتالي الإعاز المستخدم سيكون exclusive OR لBL مع قيمة O4 بالهكسا. مثال آخر، clear DX register، أي قم بعملية تصفير لقيمة register DX. لعمل تصفير للDX نقوم بعمل exclusive OR لقيمة الDX مع نفسه، فبالتالي يكون الإعاز هو exclusive OR DX مع DX. مثال، clear bit 1 and 3 وست بت 6 and 7 وانفيرت بت 5 and 2 من register CL. هنا المطلوب ثلاث عمليات، الأولى هي عمل clear أي تصفير للبت رقم 1 و 3 من register CL، والعملية الثانية هي عملية set لبت 6 and 7، والعملية الثالثة هي عملية invert أي قلب لبت رقم 5 و 2. هنا نحتاج أن نضع register CL كبتس نستطيع أن نعمل clear أو set أو invert لبت معينة. المطلوب الأول هو عمل clear لبت 1 و 3. بت 1 و 3 حتى أعمل لها clear أحتاج إلى عملية AND لهذا الرجستر مع هذه البتات بقيمة تكون هي جميعها بقيمة 1 ما عدا البت 1 وبت 3 تكون 0. فبالنتيجة تكون قيمة الريجسترز هي 1111001، أي بت رقم 1 وبت رقم 3 فقط 0 والبقية 1، وهذه القيمة تكون AND مع CL. المطلوب الثاني هي عمل set لبت 6 وبت 7. لكي نعمل عملية set أي نحتاج إلى عملية OR، والOR تكون هذه البت المطلوبة نعمل OR مع الواحد، أما بقية البت فالOR يكون مع الصفر.
فبالنتيجة تصبح القيمة هي 1100 أي بت 6 و7 فقط واحد والبقية جميعا صفر، فالناتج يكون هو C0 أي X to the power بين CL و C0. المطلوب الثالث هو invert لبت 5 وبت 2 من CL register، بما أن المطلوب عمل invert لبت معينة إذا نحتاج إلى exclusive OR. الexclusive OR هنا ستكون كل القيمة للرجستر هي صفر ما عدا بت 2 وبت 5 نضع واحد لكي يعمل عملية inverting لبت رقم 2 وبت رقم 5، وبالنتيجة ستكون قيمة الرجستر هي 0010 0100 الذي سنعمل معه exclusive OR مع CL register. Note instruction. من اسمها note أي عملية نفي أو قلب لقيمة register معين أو destination معين. النتيجة هي دائما تعطينا ال ones complement للرقم، أي أن ال destination register سواء كان memory أو register معين سنعمل له inverting لقيمة الانبوت الموجود، وبالتالي فإن القيمة ستقلب بالكامل. تيست instruction. إن هذا الإعاز يشبه كثيرا إعاز الـ AND instruction. الفرق الوحيد بينه وبين الـ AND instruction إن إعاز الـ AND يقوم بعملية تغيير للـ destination operand، بينما التيست لا يغير أي قيمة للـ destination. التيست يؤثر فقط على قيمة الـ flag، ونستفاد منه لاختبار بت معينة باستخدام إعاز التيست لمعرفة هل هذه البت ذات قيمة صفر أو واحد. فعلى سبيل المثال لاختبار بت 0 أو بت 3 if it is set in AL register نستخدم الإعاز تيست AL مع قيمة 0000101، بحيث أن البت رقم صفر والبت رقم 3 نعمل تيست مع الواحد، والنتيجة نجدها في الفلاج، حيث أن هنا لا يتم تغيير أي شيء من الديستنيشن فقط الفلاج. فإذا كانت قيمة الزيرو فلاج واحد، بمعنى أن بت رقم صفر وبت رقم 3 كلاهما في حالة كلير أي صفر. أما إذا كان الزيرو فلاج يساوي صفر أي ليست النتيجة زيرو، فبمعنى أن يا أما بت رقم صفر أو بت رقم 3 ليست كلير أي بمعنى أن أحدهما هو set. إن إعازات الشيفت instruction يتم استخدامها لغرض عمل محاذاة للبيانات الموجودة، أو قد تستخدم هذه الإعازات من أجل عزل بت معينة أو مجموعة من البت لبايت أو وورد، وذلك لغرض عمل تيستينج لها. أو قد تستخدم هذه الإعازات بشكل مبسط لعملية multiplication أو division. إن إعازات الشيفت تنقسم إلى نوعين، إعازات arithmetic وإعازات logical، وفي كلتا الحالتين تنقسم إلى نوعين هما shift باتجاه left وباتجاه right. الإعاز shift arithmetic left أو shift logical left كلاهما يعملان بنفس التقنية، ففي كلتا الحالتين يتم عملية shift لقيمة destination معينة بعدد مرات كاونتر يكون في السورس أو يعتمد على قيمة الC register. وهذا الشيفت في الحالتين يكون باتجاه الليفت، لكن أحدهما يسمى arithmetic والآخر logical. النوع الآخر هو الرايت، لكن هنا في حالة الشيفت logical right تتم عملية إزاحة لرجستر باتجاه الرايت بعدد مرات قيمة الكاونتر الموجودة. أما الشيفت أرثمتك رايت أيضا بإزاحة بعدد مرات كاونتر معين، ولكن الاختلاف بين الشيفت لوجيكال والرايت على الساين بت أو الموست سيغنيفيكنت بت، حيث في حالة الأرثمتك يتم الاهتمام بالمحافظة على قيمة الساين أو على إشارة الرقم كما هي بعدد
مرات الشفت الذي سيتم على الرقم. قلنا أن إعازات الشفت تنقسم إلى Arithmetic و Logical. في هذا الإعاز الأول Shift Logical Left، والإعاز الثاني Shift Arithmetic Left، كلاهما يعملان بنفس التقنية، حيث أن قيمة البت الموجودة في ريجستر معين سوف يتم إزاحتها باتجاه اليسار بعدد مرات محددة في الإعاز، بحيث أن دائما الموست سيجنيفيكانت بت للريجستر سوف تنتقل إلى الكاري فلاج، أما الموست سيجنيفيكانت بت فيتم تعويضها بقيمة صفر من جهة اليمين. أما إعاز الشيفت لوجيكال رايت ففي هذه الحالة يتم إزاحة البيتس الموجودة في هذا الرجستر باتجاه اليمين، بحيث أن الليس سيجنيفيكانت بت يتم انتقالها إلى الكاري فلاج، واستبدال الموست سيجنيفيكانت بت بصفر بدلا عنها. أما الشيفت أريثمتيك رايت فيختلف عن بقية الإعازات بأنه في هذا الإعاز نحاول دائماً المحافظة على قيمة الساين بت، حيث قلنا سابقاً أن الموست سيجنيفيكانت بت في أي ريجستر هي تمثل الساين، أي ساين فلاج، أي إشارة الرقم، هل هو موجب أم سالب. ففي هذا الإعاز بما أنه أريثمتيك فإننا نحافظ على قيمة هذا الرقم كونها سالبة أم موجبة، لهذا يتم عملية روتيشن لقيمة الساين في نفس الموقع، بحيث أنه مهما نعمل من شيفت لهذا الرقم باتجاه اليمين دائما الساين فلاج تبقى كما هي. على سبيل المثال لدينا ريجستر 16 بت هو AX يحتوي على قيمة 1234 بالهكسا، نريد عمل Shift Logical Left لهذا الرقم بمقدار واحد، يعني Shift مرة واحدة فقط باتجاه Left، وهذا الشيفت من نوع Logical، وسواء كان Logical أو Arithmetic فإن باتجاه Left يعملان بنفس التقنية. في هذه الحالة بما أنه الشيفت باتجاه Left ومرتبة واحدة فقط، فإن هذا الرقم سوف يبدأ أولاً الصفر الأول من الموست سيجنيفيكانت بت سوف يذهب إلى الكاري فلاج، ويأتي بدلاً عنه المرتبة التي تليه، وهكذا إلى أن نصل إلى المرتبة الأخيرة حيث يتم الاستعاضة عنها بصفر من اليمين. كأنما عملية الشيفت باتجاه الليفت هي عملية ضرب للرقم في اثنين. مثال آخر لعملية الشيفت، هنا لدينا CL register يحتوي على 2 و DX نفس القيمة هي 1234 بالهكسا، يريد معرفة قيمة DX بعد عملية شيفت مرتبتين أو مرتين لقيمة ال DX register وباتجاه الرايت، ونوع الشيفت هو نوع logical، بحيث أنه شيفت logical right لقيمة ال DX بمقدار CL. بعد تعويض قيمة الـ DX بالباينري، وكما ذكرنا سابقاً الواحد هو 0001، الـ 2 هي 0010، الـ 3 هي 0011، وأخيراً 40100. شيفت بمقدار 2، يعني شيفت مرتين لقيمة الـ DX باتجاه اليمين، بمعنى أنه سوف يتم عمل شيفت للبت صفر إلى الكاري فلاج باتجاه اليمين، أي الليس سيجنيفيكانت بت المرة الأولى، والمرة الثانية أيضا شيفت للقيمة البت الأخرى باتجاه أيضا اليمين، والواحد سوف تصبح في المرتبة رقم صفر، وهكذا لبقية البت. وبدلاً عن القيم التي سوف تتم إزاحتها باتجاه اليمين، سنضع صفر بدلاً كل مرتبة يتم إزاحتها باتجاه اليمين من جهة الموست سيجنيفيكانت بت، فبالنتيجة تصبح قيمة الرجستر AX بهذه القيمة، والتي يمكن قراءتها بالهكسا بتحويل كل 4 بت إلى
ما يقابله بالهكسا، فصفر صفر 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 هي 0، 0 1 0 0 هي 4، 1 0 0 0 هي 8، 1 1 0 1 هي E بالهكسا. مثال آخر أيضا، قيمة الرجستر CL أو الكاونتر CL هو 2، والAX تحتوي على قيمة 091A بالهكسا. يريد معرفة قيمة النيو كونتنت أوف AX إذا تم، وكذلك الفلاج الكاري فلاج في حالة تنفيذ الإعاز Shift Arithmetic باتجاه الرايت لقيمة الAX بمقدار CL أي بمقدار 2، أي عمل Shift للAX باتجاه اليمين مرتين. نعوض قيمة الAX بما يقابلها بالباينري، 0 هي 0000، 9 هي 1001، 10001، A هي 1010. بعد ذلك الشفت باتجاه اليمين، إذن الانتقال للبيانات من جهة اليسار إلى جهة اليمين. إبدال قيمة الموست سيجنيفيكانت بت ليس بصفر، وإنما المحافظة على قيمة الساين فلاج كما هي. ففي هذه الحالة قيمة الساين هي أصلا صفر، فدائما ستتم الإضافة بمقدار صفر من جهة اليمين، من جهة الموست سيجنيفيكانت بت. فبالتالي الإزاحة مرتبتين، فالشفت المرتبة الأولى صفر خارج الكري، الوان تصبح في الكري، أما المرتبة الثالثة اللي هي صفر سوف نضعها في أول مرتبة من الأي إكس، وهكذا بالنسبة لبقية البت. وبالنتيجة نحصل على هذا الرقم في الأي إكس، وهو 0001 أي 1 بالهكسا، 00102 بالهكسا، 0011 هي 3، 0100 هي 4. هذه العملية كأنما نعمل قسمة للرقم على 2، ففي الشفت الأول قسمنا الرقم على 2، في الشفت الثاني كأنما قسمنا الرقم على 4. Rotate Instruction أو إعازات الدوران، هذه الإعازات تشبه إعازات الشفت، ولكن هنا أيضا يتم إزاحة بيانات أو بيتس من اتجاه اليمين إلى اليسار أو العكس، ولكن القيم المزاحة سيتم من اليمين سيتم إعادة إدخالها من اليسار، والعكس صحيح. أيضا لدينا إعازات روتيت باتجاه الليفت وباتجاه الرايت، ولكن هنا تنقسم إلى إعازات يتم الروتيت خلال الكري أو بعدم مرارها بالكري. فتكون لدينا إعازات الروتيت ليفت وروتيت رايت، والتي هي عملية تدوير لمحتوى رجستر معين أما باتجاه اليمين أو الاتجاه اليسار، وإعازات الروتيت ثرو كاري، والتي أيضا روتيت ثرو كاري ليفت وروتيت ثرو كاري رايت. وفي هذه الحالتين يتم الروتيت خلال الكاري، وكما سنوضحه في الأمثلة التالية. يعطي توضيح لعملية الروتيشن خلال الكاري أو بدون الكاري. ففي الحالة الأولى Rotate Through Carry Left، هنا يتم عملية الروتيت باتجاه اليسار وخلال الكاري، أي عملية انتقال أو إزاحة للبتس باتجاه الكاري فلاغ وعودتها مرة ثانية إلى جهة اليمين. الروتيت رايت without كاري، بمعنى إزاحة البت باتجاه الليفت وإدخال قيمة إلى الكاري فلاغ، ولكن قيمة الكاري فلاغ لا تعود مرة ثانية إلى الجهة اليمنى من الرجستر. روتيت رايت ثرو كاري، هنا عملية إزاحة للبيانات باتجاه اليمين وخلال الكاري، أي محتوى الكاري سوف يتم إدخاله من ضمن الروتيت، أي قيمة الكاري سيتم إدخالها للموست سيجنيفيكانت بت، أما الليست يتم إدخالها إلى الكاري، وهكذا. روتيت رايت without كاري، هنا عملية الروتيت باتجاه الرايت ولكن بدون إدخال لقيمة الكاري من ضمن الروتيت. مثال لدينا قيمة للAX هي 1234 بالهكسا،
ونريد نتيجة تنفيذ الإعاز Rotate Left Without Carry لقيمة الـ X مرة واحدة بمقدار واحد. يتم تحويل قيمة الـ AX إلى الباينري، وكما ذكرنا سابقاً. كإنيشيال هنا نحتاج إلى القيمة البدائية للكاري، فكإنيشيال الكاري يحتوي على صفر، الكاري فلاج يحتوي على صفر. الروتيت في اتجاه الليفت أي الانتقال من جهة الليست إلى جهة الموست. القيمة الأولى في الموست سيغنيفيكنت بت سيتم تحويلها إلى جهة الليست سيغنيفيكنت بت، وفي نفس الوقت تمر بالكاري، لكن قيمة الكاري لا يتم إدخالها إلى الريجستر. وبما أنه الروتيت مرة واحدة فقط، فإذا يتم إزاحة كل بت مرة واحدة إلى جهة اليسار، وبالنتيجة نحصل على قيمة 0010 بدلا من 0001 و0100 و0110 1000، ويمكن تحويلها إلى الهكسا. مثال آخر لعملية الروتيشن، وفي هذا المثال لدينا CL register يحتوي على قيمة 4، أي أن الكاونتر يحتوي على 4، والـ AX register يحتوي على 1234 بالهكسا. المطلوب تنفيذ الإعازين التاليين، الأول هو Rotate Left للـ AX بمقدار واحد، يعني عملية إزاحة للروتيت دوران للـ AX باتجاه الليفت بدون الكري، والثانية هي عملية روتيت لقيمة الـ AX باتجاه الرايت without أيضا كري بمقدار الـ CL أي 4 مرات. تنفيذ الإعاز الأول، نقوم بتحويل قيمة الـ AX إلى ما يقابلها من الباينري. بما أن عملية التحويل هي مرة واحدة فقط، أو الروتيشن عملية مرة واحدة فقط، فإن قيمة وباتجاه الليفت، فإن قيمة الـ AX سوف تصبح بهذا الشكل، حيث أنه يتم إزاحة البت باتجاه الليفت، فالبت most significant bit اللي هي البت رقم 15 سوف تخرج إلى الكاري فلاج، وفي نفس الوقت تعود إلى least significant bit بدون أن يدخل الكاري إلى ضمن الداتا، وإدخال قيمة الثانية اللي هي البت رقم 14 سوف تكون محل البت رقم 15، وهكذا، بحيث يصبح هنا shift بمقدار مرتبة واحدة لقيمة الـ AX باتجاه الليفت. لتنفيذ الإعاز الثاني أيضا نعود إلى قيمة الـ AX الأصلية لعمل روتيت باتجاه الرايت وأيضا بدون الكاري وبمقدار 4 مرات. سوف نحتاج أن نقوم بعملية شيفت 4 مرات لقيمة الـ AX، أي بمعنى أن البت رقم 15 يجب إزاحتها 4 مراتب باتجاه اليمين. فبالتالي هذه القيمة التي في البت 15 سوف تصبح في هذا الموقع، أي شفت المرة الأولى إلى 14 موقع 14، الشفت الثاني إلى موقع رقم 13، والشفت الثالث إلى الموقع رقم 12، والشفت الرابع إلى الموقع رقم 11. فأصبح هذا الصفر ينتقل إلى الموقع 11 0، والشفت والرقم الذي بعده البت الذي بعده تنتقل إلى البت رقم 10، وهكذا. أما قيم البتس التي باتجاه اليسار سوف تعود مرة ثانية لتنتقل إلى جهة اليمين، وهكذا 4 مرات. ممكن عمل هذا المثال بعمل الشيت مرة واحدة في كل تنفيذ، بحيث نعيد تنفيذه 4 مرات ليكون الناتج النهائي بهذا الشكل. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، والتي تمثل الجزء الثاني من مجموعة إعازات المعالج 8086. تمنياتي لكم بدوام الصحة والموفقية.